الكرة في الميدان، الكرة تحددها الأقدام، إذا حددها يا ميسي. هو في خطأ، في خطأ، مباراة عنيفة في هذا الجزء، في هذه الدقائق لا الأعصاب. يمشي ليو ميسي، خطير جدا ميسي، يجيب كرة لتشافي، تشافي خطير لميسي، ميسي تعدى، هدف أكيد، هدف للصفر من السوبر ستار، هدف أول في المباراة لليو ميسي، سبع أهداف في كاسياس، سبع أهداف في الكلاسيكو، مش ممكن، مش معقول على ظاهرة هذا العصر. نعم، الريال صفر، البارسا واحد، ليو ميسي حدوتة هذه الأيام، أعشوبة هذا الزمن، يسجل الهدف الأول للبلاوغرانا. نعم، عجيبة الدنيا الثامنة، نعم، مع الأهرام والأكروبول وأيضا منارة الإسكندرية والسور الصيني العظيم، وشيء في تركيا، والسادس في اليونان، والسابع أين، والثامن مؤكد في برشلونة، اسمه ليو ميسي، ثامن عجوبة بالعالم، عجائب الدنيا تصبح ثمانية، خرج الوقت المطلوب، اتعدى جراي، ضرب الكورة وسجل، سجل يفرح ملايين، سجل يقرب ملايين من حلم الليغا والشامبيونز ليج. يا ليو لما يتحرك يتكلم، ما يعرفش يسكت، ما يعرفش يجامل، ما يعرفش يعادي، يعرف إلا الطريق، يعرف إلا الانطلاق، يسجل في مرمى المنافسين. واحد إيرسي برشلونة، لا شيء ريال مدريد. كلاسيكو، يشوف في مباراة متحكم فيها نادي برشلونة للأمانة. تمشي الكرة لتشافي، يعطي كرة طويلة بيدرو، بيدرو رب ثاني ضربة ممكن، بيدرو الهدف الثاني، الهدف الثاني، قلت لك قبل الستين، قبل الستين، ابن العشرين يسجل الأمان، 2-0 هذا الفرق. كرة من هنا ضاعت، كرة من هناك لا تضيع، كرة من الكبير المدريدي ضاعت، كرة من الشباب والطموح البرشلوني لم تضع. 2-0 من بيدرو، أخطاء الدفاع مع أسطورة الهجوم، مع كرة من بيدرو في الثنية، 55 دقيقة، 2 الاف سي بي، 0 ريال مدريد. قد يكون يوم الكتالونيين، ثامن أهدافه بالليغا، مساهمته في أهداف الفريق توصل 11%. تشافي يا معلم، تشافي، كل الكلام قلناه فيك، مش ممكن على هذا اللاعب. ميسي نجح لأنه وراه تشافي، وراه نيستا، هذه حقيقة لابد أن تذكر، بدون تشافي، بدون نيستا، قد لا تساوي شيء ابن الأرجنتين. شوف الكرة والباس، أعطاه كرة 1-0، قال له سجل يا ميسي، أعطاه كرة لبيدرو، قال له طمني يا بيدرو. هذه قوة تشافي هرنانديز، لاعب عمل 100 تمريرة في لقاء الجانرس أرسنال، اليوم بتمريرتين حاسمتين يمنح التقدم لفريق الإفس برشلونة. هنا في الهات يا ميخوتو، لعبت يا غونزاليس، حسمت يا بيب يا جوارديولا، فرح برشلونة، ميسي سجل هدف العادة، برشلونة بدون لقاء خارق للعادة، بواقعية، بتلقائية، اكسب الريال، ميسي بيدرو 2، أسعد ملايين محبة في هذا العالم للبلاوغرانا. هارلاك ريال مدريد للمرة الرابعة، الكلاسيكو بهذا العنوان لهذه الفانيلا، فانيلة البارسا، آخر كلاسيكو ممكن لراؤول في خسارة، آخر كلاسيكو ممكن لكوتي جوتييريز، وشفتوا اللقطة المعبرة جدا، تبادل الفانيلات. يا راؤول، كم تعطي لنا من الدروس، كم نريد أن نستفيد من هذه الدروس. الفرحة للبارسا، البارسا ماسك اون كلوب لكلاسيكو، ليس مجرد مباراة، عقلية، حرب ثقافات، حرب تقاليد، حرب هوية، تاريخ واستقرار لنادي كاتالونيا من سنين. البارسا يفعلها هنا، البارسا يفجرها هنا، البارسا يهزم المدريد هنا للمرة 16 في التاريخ، ويعبر للصدارة منفردا، يعبر للصدارة مغردا خارج السرب. 2 وسط حيرة المدريديين، يتكلمون عن المستقبل، الله من فرحة الليو، الله من أفراح فيكتور، الله من تألق